كورس شهادتين اتنين، شهاده اسمها شهاده اتمام كورس اللي هي دي باللغه الانجليزيه، ان انت اتميت الكورس في الاكاديميه الدوليه لتعليم صيانه التبريد والتكييف والادوات الكهربيه، وشهاده شهاده خبره باللغه العربيه، ودي لانك اشتغلت بايدك. في اي مكان اشتغلت فيه بايدك من حقك انك تطلب منه شهاده خبره. شهاده الخبره دي هتنفعك لما تروح تقدم في شغل، هيقول لك انت اشتغلت قبل كده؟ اشتغلت. فكيت بايدك؟ شحنت؟ ركبت جهاز؟ فدي شهاده خبره بتنفعك انت في الشغل. كمان بتستلم من الشركه كارنيه عليه صورتك وعليه الرقم القومي بتاعك ان انت فني تبريد وتكييف او فني ادوات كهربيه، لان الكارنيه ده بيساعدك وانت بتشتري قطع الغيار. في سعرين اتنين، سعر اسمه سعر العميل وسعر للفني. فلما بيبقى صاحب المحل عارف ان انت فني فبيديك بحاجه اسمها سعر الجمله او باسعار رخيصه، غير العميل اللي رايح يشتري قطعه وخلاص، فده بيبقى له سعر وده بيبقى له سعر.